الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نهار جديد، واحد الفيديو جديد. نبداوه من الروتين ديالنا من الصباح. الفطور ديالنا، الفطور ديالنا بسيط وسهل وعادي، بريري داتاي مشحر بالنعناع، كل واحد والفطور ديالو. ها نتوما الفطور ديال بنتي، درت لها وافلز ديال الشوفان لافين، سافور ديال غيطة كراميل مع فروتيتا ديالها، وهي راها دائما مع البلاي موبيل، راه عاشقة بلاي موبيل. وانا الوافلز ديالي كيتو بالفرماج والبيض، هذا خبز الكيتو ديالي مع فروتا ديالي، وهنايا الزوج ديالي الشوفان بدانون سوجا وفروتا ديالو حتى هو، واتاي ديالنا. ها الفطور ديالنا، وبنتي كولاكاو. فاش كولاكاو ما كنزيدلوش السكر، بالحلاوه اللي كيجي فيه، وراه غير الحلاوه اللي فيه راه فيه الكفايه. صافي، ونبداو النهار ديالنا بالطاقه والنشاط. صافي البنات، مشينا درنا دويره في ايكيا في الجهه ديال الكوزينه، انا كانوا خاصني هاد المجوره ديال الخشب، ومش حال هادي وانا تابعاهم الصراحه، كيجيو بشكل راقي المعالق في المجر، زوينين، كيديروا 14 أورو 99. خديت زوج، دابا نشاركهم معكم بعد في الفيديو، غادي تشوفوا كيجيو رائعين. البنات ديال البامبو، ما كاين ما احسن من البامبو، صحي بزاف. وهادو دوك البلاستيكات ديال لي زارموار نيس ديال التنظيم، اللي كيبروتيجيو ما كيتنجروش لي زارموار ديالنا، الثمن ديالهم 4 أورو 99. حتى هما دابا نزيد منهم لان باقي خاصيني. هنا كانوا الجهه ديال المعالق، كانوا زوينين الصراحه هاد البكيات، ولكن انا كانوا خاصني ديال براكيتو، انا كنوريهم لكم في هاد الحجم هذا والحجم الكبير، كانوا في الطبق السفلي. هنا كندير معكم دويره في كل ما يتعلق الكوزينه والاتات. هادو زوينين البنات، ديال التنظيم ديال الطباسل وديال الزليف في البيفي، كيجيو رائعين بريستيج، انا كيعجبوني الصراحه، كينظموا مزيان الاواني. هذا الحجم الكبير كيدير 8 أورو 99، وفيهم الحجم الصغير للزليفات اولا الطباسل الصغار، هانتوما كما كتشوفوا. وهنا تبارك الله راه عندهم كاين فين يختار الواحد، والاشكال مختلفه الصراحه، لا من ناحيه فين تعلقي المعالق ولا كل شيء. وفي الطبق السفلي الجهه ديال لي باتيريات كنقولوا لهم حنايا، هادو لي بروتيج مانتيل ولا بروتيج بوطاجي، 4 أورو 99 ديال سيليكون. هاد الكاسرونات زوينين البنات، انا عندي وحده منهم، ما كيلصقوا ما والو، والحجم ديالهم تبارك الله كيهز. وهاد الطواجن انا من عشاق الغطايات ديال الزاج، علاش؟ لان كنشوفوا كلشي شنو كيطيب، يعني كتكون عندك البيستا على الاكل ديالك. وهذه حجم كبير ديال 5 لتر، كدير 22.99، يعني 23 أورو. وهاد الكاسرونات حتى هما زوينين، هادو كاسرول مقلى، يعني طيبي فيهم الروز، طيبي تسوطي فيهم الخضره، طيبي فيهم بزاف ديال المسائل، كيكون فيهم العمق لو فون. صافي، وتبارك الله راه الجهه ديال المقاليش غادي نقول لكم، ديال البلانشا كريبيرا ديال الفريتوز، كلشي عندهم تما غزال بالغطايات ديالهم وكلشي. هاد لي ووك حتى هما زوينين، السلطيات ديال الخضار وديال الباياس معروفين هنايا. وهادو لقيت هنايا هادوك لي طابر بحال اللي خديت انا ديال الزاج اولا ديال البديع، لكن هادو كان فيهم الحجم غارق، وكاينين وحدين اخرين بحال اللي خديت انا ولكن ما عندهمش ليديدات، انا غادي نوريهم لكم دابا. غير هما كيديروا 5 أورو الواحد، يعني زايدين شويه ثمن، ولكن زوينين الصراحه. هادو فرديين حتى هما زوينين، مثلا لازانيا، لي كيش، اللي حبيتو ديروه في الفران بشكل انفرادي ديروه في هذوك الطبق، وكيجي حتى هو زوين.
وهاد البلاصه بغيت نشاركها معكم لانها كتعجبني بزاف. هادو لي زورغانيزاتور ولا بروتيج مانتيل، كاينين هادو ديال البامبو ديال الخيش، وكاين ديال البلاستيك، وكاين ديال الثوب. انا كنوريكم هادو كيعجبوني، كيشبهوا لهادوك اللي عندي انا في الدار من ولكن شكل اخر. هادو اللي لتحت كيشبهوا لديولي، وهذيك الجهه كلها ديال البلاستيك. يعني كل واحد واللي كيبغي، يعني كاين فين تختار. وكاين حتى ديال الثوب. هاد اللوينات هادو خرجوا ربيعيين زوينين، فيهم الزرق والخضر والشويبي زويونين، كيمشيو اسوختي مع دوك المنطيلات اللي كيجيو فوق الطبله بشكل في الوسط رقيق. وهاد الجهه هادي ديال البامبو راه كتعرفوا دابا راه كاع الناس كتهتم ب يعني بالاكل الصحي، كيستعملوا بزاف الخشب عوض الالومنيوم والحديد لانه صحي اكثر. واحد بشويه بشويه حتى يبدا كيبدل ويشري المسائل على الذوق ديالو. هاد لي بول هادو زوينين البنات، كيجيو الشكل ديالهم غزال. مثلا تقدمي فيهم لا سالاد، كيكون داخل بامبو على برا بحال البديع، زوينين. وهادو ديال لي سالاد حتى هما هادو عندي انا منهم، راكو شفتهم كيديروا 15 اورو هادو الكبير. وهاد الصغير ما بقيتش عاقله على الثمن، هذا اون بيرسون ولا دو بيرسون صافي. وهاد الشكل هذا داروه لنا كينظموا به لاكو، باش دائما كنحافظوا على جوج متر حتى لجوج ما بين شخص واخر. بعد الدوره في ايكيا خديت هاد الجوره، نيت راه شحال هادي وانا باغا ناخذهم نديرهم في الكوزينه ديالي، حيت عندي جوج المجوره ديال المعالق والفراشط، كيجيو على هاد الشكل، كيجيو صراحة انيقين جدا البنات هانتوما. وديال البامبو ما كاين ما احسن من البامبو، بحال صوينيه. خديت زوج، انا غادي نرصيهم دابا في الكوزينه ديالي ونوريهم لكم هانتوما. وجددت المعالق الصغار هادو ديال العصير ولا ديال الكيسان الكبار، كيجيو عندهم اليد كبيره، كيجيو هنا سته هانتوما. هانتوما عاديين سامبل، انا كيعجبني كلشي سامبل، ما كيعجبنيش دوك اللي كيكون فيهم الزواق والرشم في اليدين. علاش؟ لان من بعد الاستعمال ومن بعد اللافاخيه كيبدا يتكون ليهم الكالكا بحال اللي عندي انا في الدار دابا، وما كيبانوش زوينين الصراحه. وخديت هاد الطمانيو ديال براكيتو ديال الكيسان الصغار ديال القهيوه هادو ولا ديال البوستري. وخديت هادو طمانيو مويان، يعني الصغير والمويان والكبير هانتوما، كيجيو 6 6 6 في الواحد. صافي من الحانوت ديال اكسيون رجعت ليها، لان زدت كملت على هادوك اللي كيفرقوا الخزائن التقاشير ديال بنتي لي شوسيت. خديت هذه ديال البنات، كيديروها للسراجم، كتكون في الشبكه، كيديروها للسراجم باش ما كيدخلش الناموس. دابا حنا عندنا واحد الموجه ديال الحراره ما تصوروش، مع العشيه فاش كيبرد الحال كيعجبنا نحلو السرجم يدخل الهواء ديال الله. دونك نديرو هاد الموسكيتيره، راه كتجي فيها العبار هانتوما متر و50 في 220، والثمن ديالها هادي 3 اورو و60. خديت هادي للسرجم، وخديت الوحده الباب ديال نوريها لكم هكا. خديت وحده الباب ديال البالكون، لان دابا مع الصيف غادي يبقى محلول نهار كامل. كانت عندي كحله وما كيعجبنيش اللون كحل، كانت عندي كحله هكا، ولكن فاش فتحتها قلت له لا واش انا ما بغيتش كحله، فاش فتحتها لقيتها بيضه، قال لي لا راه بيضه. يعني نحلها معكم، شي كيقرض ليا الضفرين هانتوما. كتجيب البيلكرو ديالها، البيلكرو هو داك اللصاق اللي كتلصق عليه الشبيكه، كيكون مشبك هانتوما. خديتها كدير 6 اورو 50، وفيها متر و20 في جوج متر في 20 في العرض، وفي الطول 2 متر و20، يعني الباب بارفيت صافي. وخديت راكو عارفين اخيرا ظهروا الوانطيس، انا خديت هذه فيها 8 وهذه فيها 8.
الفيديو ديالنا ان شاء الله اليوم بواحد التحليه صحيه غنيه بالبروتينات والكالسيوم. غنديروا فلان ديال البيض. غنحتاجوا البيض، خمسه البيضات، غندير فيه خمسه البيضات، وندير نص لتر ديال الحليب، وغادي نستعملوا بستيفيا وبالقهوه. بين قوسين البنات هذه القهوه غزاله غزاله غزاله، ضروري غادي يكون تكونوا كتعرفوها، مارسيه دي كافي. هذه القهوه سريعه الذوبان، هذه هي احسن قهوه لحد الان اللي شربت انا، اللي رائعه اكسبريس وكريمي. كتجي فاش كنديروها مع الحليب او حتى مع الماء، كدير واحد الكشكوشه ديال من الفوق بحال لا كريم، كتجي غزاله، كيجي بحال نسبريسو. وهذا اللي كنشري انا ناتورال. من نهار اكتشفت هذه القهوه، من نهار جربتها الصراحه ولات معتمده عندي، ما كتخطانيش، غزاله البنات، غير جربوها تشوفوا. هذه غادي ندير جوج حتى ثلاثه ديال المعالق ديال هذه القهوه سريعه الذوبان. وبطبيعه الحال كما كتعرفوا الفلان ديال البيض كيجي بالكراميل، غادي نديرو في هذا الطابير. انا شنو غادي ندير التحليه اللي غادي ندير؟ غادي ندير العسل وغادي نخلطو بشويه ديال الروح ديال الكراميل باش حتى بنتي تاكل معايا يجيها حلو. فين غادي نطيبو؟ غادي نطيبو في الفابوريرا ديال مسيو كويزين، على داكشي صورت من بعيد باش نوريكم كلشي في مره واحده، عاد ديك الساعه ندوزو للطريقه ديال التحضير. دونك بكل سهوله غادي ندير هنا السطره ديال الحليب، غادي ندير واحد جوج ثلاثة. هذه المعلقة اللي شريت راني درتهم معكم في الفيديو هانتوما ديال برا كيتو صغيورين. غادي ندير ربعة المعلقات حيت بغيت تجي فيه النسمة ديال القهوة بجدة. وغادي نزيد البيض، واحد لينا وحدة هنا، ثالثة، ما بغيتش نكبهم في مرة، كنخاف تكون شي وحدة ضايعة ولا. سهلة هاد التحلية وهاد الفلان وفي نفس الوقت صحي. هو غير يحتاج لنا يبرد وصافي في الثلاجة. ها هما خمسة البيضات، غادي نصفي الثلاجة. العلقة الأولى، الثانية، الثالثة، غادي ندير خمسة ديال المعلقات، فاش نخوط غادي نشوف النتيجة. انا الحلاوه ما غاديش نزيد، هذاك القياس اللي درت معكم هو اللي. يا سلام الريحه ديال القهوه، صافي حيدت لهذاك. هذا هو بحال اللي كنقولوا حنايا
اللي كيخلط باش كنديروا به لادو ليموس السوائل كيتخلطوا بهذه الطريقه احسن، لان الاخر غير باراتريتورار. القياس الجهد اللي غادي يطيب لنا داك الجهد اللي غادي يطيب لنا الفلون، غادي ندير الفابوريرا والفلون ديالنا احنا درناه هنا في هاد الطابر. ها نتوما دابا نورمالمون خصنا نغطيوه ببابي الومنيوم ونديروه في الفابورا. انا عندي هاد الطابة ديال السيليكون اللي خاصة نيت بهاد الطابر، ها نتوما احرا ما كتحيدش غير باش نيفيتيو ديك الفابور ما يقطرناش الماء داخل الميلونج ديالنا، ونحاولوا نديروه هنايا صافي. وغادي نديرو له الطابة ديالنا، انا غادي نوريكم كيفاش. دابا باش ما نكويش راسي غادي نحيد هذا هكا السيليكون. البنات باش نعرفوه طاب ولا ما طابش غادي ندخلو واحد العويت خصو يخرج فازق معانا يابس عفوا. هانتوما صافي غادي نجبدو بسم الله. مازال ما غاديش نحلوها البنات، غادي نديرو في الثلاجه يبرد، يبرد واحد ساعتين حتى ثلاثه د السوايع ونحلوه مجموعين. انا راني دايره هنايا في كنصفي واحد الكاب ديال الرز بسمتي غادي نديرو يتسلق، وهنا عندي البيتاتي شريتهم داك النهار غادي نغرسهم حيت شفتو وريتكم التراب راني كنجدد شويه الحديقه دياولي باش تكون عندي شويه د الحياه. صافي البنات من بعد ما بردنا الفلون ديالنا هانتوما هو بارد، غادي نقلبوه في الطبق. وها هو ريحة القهوة، يا سلام. غادي نذوقو كي جا، يا سلام. هانتوما رائع. الحلاوة هي هذيك ما حلوش بزاف. وهو هذا الفيديو جا على النهاية ديالو، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش تشيروا بلايك وتخليوا الكومنتر ديالكم وتهلاو ليا في راسكم، ومع السلامة.